بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم. أيتها المواطنات، أيها المواطنون الأعزاء، لقد عقد المجلس الدستوري اجتماعه وجوبا يوم 3 أبريل 2019 وتثبت بالإجماع من الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، فبلغ شهادة الشغور النهائي إلى البرلمان الذي اجتمع وجوبا هذا اليوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري. وبمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، ينظم أثناءها الانتخاب الرئاسي. ذلكم هو التزامي أمامكم اليوم. إنني في هذا السياق وبصفتي رئيس الدولة أتوجه اليوم إلى الجزائريات والجزائريين قاطبة، وحيثما وجدوا داخل البلاد وخارجها، لأؤكد للجميع أن الأمر يتعلق بمهمة دستورية لا تعدو أن تكون ظرفية يتعين علي الاطلاع بها وفقاً لما يمليه واجبي الدستوري، وأنا عازم على القيام بهذا بتفان ووفاء وحزم، خدمة لمصلحة شعبنا الأبي، وإسهام مني في تجسيد تطلعاته المشروعة والمسموعة. لقد كانت أسابيع الأخيرة أياما ترسخت فيها وحدة الشعب وألفته، وتجلت فيها الوطنية في أبدع صورها، ففتحت لبلادنا أفقا ديمقراطيا جديدا، بعثت في مشروعنا الوطني المبني على قيم بيان أول نوفمبر المجيدة روح متجددة، حري بنا جميعا الحفاظ على مكاسبها وتثمينها. خلال الأسابيع الماضية انبرى شعبنا وعبر على نحو يبعث الإعجاب عن تطلعاته إلى التغيير والإصلاح والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات ذات الصلة بمستقبله. في زخم هذه الوتبة التاريخية، يأبى علي الواجب الوطني إلا أن أرفع تحيتي إلى سائر فئات الاجتماعية التي شاركت مشاركة سلمية رصينة ومسؤولة في المسيرات المتتالية التي شهدتها الساحة السياسية منذ يوم 22 فبراير الفارط. ومثل هذه التحية أسديها إلى سائر الشعب، وبوجه خاص إلى شبابنا من ذكور وإناث الذين أظهروا وأبهروا العالم بالوجه المشرق الحقيقي والواعد للجزائر، وجه طافح بالثقة في النفس، باعث فيها الأمل ومتوتب نحو الأفضل. كنتم شاهدين خلال الأسابيع الفارطة مثلي على من فكت تبذله مؤسساتنا العمومية من جهود من أجل أن تمارس وظائفها بصورة عادية في كنف الهدوء والرصانة والإصرار على الاطلاع بمعالجة حكيمة ومتحكمة للأزمة السياسية الراهنة بما يخدم مصالح العليا للبلاد عاجلها وآجلها. باسم جميع المواطنات والمواطنين أجزي شكري
على الخصوص لجميع قوات الأمن على ما تحلت به من احترافية والتزام في ظروف غالبا ما كانت عصيبة. كما أرفع تحية الإكبار إلى قوات جيشنا الوطني الشعبي التي لم تتوانى قط عن ممارستها الأساسية لمهمتها الدستورية، ولقيادته الحكيمة التي أصرت على الاحتكام للدستور كمرجعية وحيدة من أجل السماح لشعبنا من تحقيق تطلعاته وتجاوز الأزمة الراهنة. أيتها المواطنات، أيها المواطنون الأعزاء، إن شعبنا الأبي إذ يخطو اليوم صوب منعرج حاسم في مساره التاريخي لن ينسى أبداً أولئك الرجال والنساء الذين بذلوا أرواحهم من أجل انتزاع استقلاله وصونه، كما لا ينسى اللائي والذين كافحوا من أجل وحدته وهويته وتنميته. إن قيم العرفان التي اتسم بها على الدوام أبناء شعبنا تقتضي كذلك أن نسدي أبلغ عبارات الشكر والامتنان إلى كل الذين كان لهم الفضل في بذل ما في وسعهم بذله من أجل تمكين أبناء الجزائر وبناتها من التصالح فيما بينهم ومن التعايش معاً في كنف سلام وفي الإسهام في إعمار بلاد عصرية قوية ومهابة الجانب بين البلدان. أبناء وبنات وطني الأعزاء، إن بلادنا مقبلة على خوض منعرج يتمثل مبتداه في مرحلة حاسمة مآلها الدستوري تسليم السلطات إلى رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا، وذلك في ظرف زمني لا يمكن أن يتعدى 90 يوما اعتبارا من تنصيبي بصفة رئيس الدولة. من الواضح وكما تعلمون فإن رئيس الدولة المعين لا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية، ولذلك فإني أؤكد جازما في هذا المقام أن طموحي الوحيد هو القيام بالمهمة الملقاة على عاتقي بأمانة. ضف إلى ذلك أنه لا بد لهذه المهمة أن تتكفل في السياق السياسي الراهن بتفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، وهو ما يتعين علينا التزام به والتوجه نحوه مواطنين وطبقة سياسية ومؤسسات الدولة، حتى نستجمع الشروط كل الشروط لإجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة نكون جميعا أمناء عليها، ويتيح لشعبنا تجسيد إرادته السيدة وتكريس خياره بكل حرية. إنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية والمدنية والمواطنية على القيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قراراتها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاطلاع بالتحضير لها وإجرائها، وتتسخر الحكومة والمصالح الإدارية المعنية لدعمها في أداء مهامها بكل حرية ومرافقتها. إنها يد صادقة الوعد حسنة النية، أمدها للجميع
يتجاوز الاختلافات والتوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة. قوامه التعاون والتكافل والتفاني للتوصل إلى الهدف الأساسي، وهو وضع حجر الزاوية الأول لجزائر المرحلة المقبلة. وسأحرص بطبيعة الحال على أن يتم إعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال، ولكنني سأطلب من طبقتنا السياسية والمواطنية أن تتحلى بالإبداع والإسهام والثقة من أجل أن نبني معاً هذا الصرح القانوني الذي سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كلياً يكون في مستوى تطلعات شعبنا. أيتها المواطنات، أيها المواطنون الأعزاء، إن إقبال الشعب على إرساء اختياره بحرية وسيادة على ما يريده سيمكننا من تنصيب رئيس جديد للجمهورية في الأجل الدستوري، والاختيار هذا سيكون اختياراً حراً بقدر ما تكون ظروف ممارسته ظروفاً يسودها الهدوء والرصانة والثقة فيما بيننا. المهم بالنسبة لشعبنا هو أن يختار الشخص والبرنامج اللذين يتجاوبان مع تطلعاته إلى نظام سياسي جديد كفيل بمغالبة التحديات الجسام التي تواجه الجزائر، التي ترتضي لنفسها اعتناق الحداثة والديمقراطية والعدالة والتنمية. أملي هو أن ننصب قريباً رئيساً جديداً للجمهورية يتولى ببرنامجه فتح المرحلة الأولى من بناء الجزائر الجديدة. أملي هو كذلك أن يشارك المواطنات والمواطنون عن بكرة أبيهم في هذا البناء مشاركة عمادها الإقدام والتفاني. وأنا على يقين أن مؤسسات البلاد جميعها ستلتزم تمام الالتزام بإطلاق هذا المشروع الوطني الهام ومرافقته ووضع لبنتها فيه خدمة لوطننا وشعبنا ووفاء لشهداء الأمة الأبرار. إنني أتوجه إليكم اليوم ولا يساورني شك بالنظر لدرجة الوعي التي برهنت عليها مختلف أطياف مجتمعنا، ذلك أن كل الوطنيين الغيورين على رفعة بلدهم والحريصين على مستقبله سوف لن يتوانوا من أجل مشاركتنا قطع هذا المرحلة وتجاوزها دون تأخير وبكل مسؤولية. إنني أتوسم في الجميع تجنداً أكبر من ذلك الذي شهدناه لحد الآن من أجل مجابهة الرهانات العاجلة والآجلة التي لا مفر لبلادنا من مواجهتها، لا سيما تلك المرتبطة بأمننا القومي والجهوي. رهان إصلاحاتنا الاقتصادية والمالية والمؤسساتية العميقة، ورهان تنميتنا الاجتماعية والبشرية المستدامة.
أعاننا الله على ما فيه خير وطننا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاشت الجزائر.